السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو ليصلك كل جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتابع مسألة اختفاء الإعلام السعودي جمال خاشقجي وسيعلن النتائج للعالم مهما كانت، وأشار إلى أنه لا يزال لدى تركيا توقعات إيجابية بشأن قضية اختفاء الإعلام السعودي جمال خاشقجي خلال مراجعة قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء الماضي. وأوضح أردوغان أنهم بانتظار نتائج التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، وواصفا اختفاء خاشقجي بالأمر المحزن للغاية، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أنه يجري التحقيقات في جميع التسجيلات وعمليات الخروج والدخول من المطارات التركية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.